مرحبا. مثل ما خبرناكم بنشرتنا السابقة، الطقس المستقر اللي بلشنا فيه هذا الأسبوع تغير وتحول إلى متقلب. اليوم نهارنا غائم جزئيا إلى غائم، مع أمطار متفرقة ومتقطعة مصحوبة بعواصف رعدية بشكل خاص بالداخل. اتجاه رياح شمالي غربي لشمالي شرقي، الحرارة بتسجل أقصاها على الساحل 25 درجة، على المرتفعات بتتراوح بين 11 و21، أما بالداخل فبتتراوح درجات الحرارة بين 17 و21 درجة. رطوبة عالية على الساحل، هواء خفيف، البحر هادي، والجو مثل ما ذكرنا غائم جزئيا إلى غائم مع أمطار متفرقة ومتقطعة. كيف الطقس اليوم ببعض المناطق وضع اللبنانية؟ منشوف سوا بهالجولة من الجو يلي بتاخدنا فوق منطقة منجز، مع 20 درجة كمان ببشمزين، حاردين 15، 13 درجة بفريا، الدوار 21 درجة، 20 بعين دارة، روم 21 درجة، 24 بصيدا وبصور، والجو مثل ما عم تشوفوا مصحوب بأمطار متفرقة، المنصورة 17 درجة، منوصل على زحلة كمان 17، والختام بدير الأحمر وبالأعمى 21 درجة. لمحة سريعة عن طقسنا اليوم وبالايام اللي جاي. اليوم الخميس مثل ما قلنا الجو ممطر، الحرارة بتسجل اقصاها 25 درجة، بتابع الجو ممطر لنهار الجمعة وبتنخفض الحرارة ل 22، ومثل ما عم تشوفوا بالويك اند الجو غائم جزئيا والحرارة بتسجل اقصاها نهار الاحد 23 درجة. من بعد هالجولة على طقس لبنان بنختم نشرتنا بجولة سريعة على طقس بعض المدن حول العالم وتفاصيل اكثر عن طقس الايام الباقية من الاسبوع بنشرتنا الجاية.